عملنا ايه بقى؟ احنا ضربنا الكابتشينو خالص زي ما وريتكم، وبعدين نزلنا عليه بالحليب. يا نهار ابيض الحليب الساخن، احلى كوبايه كابتشينو. بصي بقى انا عايزه اوريكي تدارك الالوان. انه بصوا 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 بصوا، يا نهار ابيض بصوا الكابتشينو ما شاء الله، احلى كوبايه كابتشينو. عايزه اقول لك دي الصبح كده مع ايه بقى؟ مع كوبايه مع اتنين كده من الصابليه الفظيع ده. طيب انا كساره ما بحبش الكابتشينو كتير، بحسه مر وانا ما بحبش الحاجه المره، ربنا يا رب ما يكتب عليا المر ولا اشوفه. فانا بحب اللبن يكون اكتر من الكابتشينو فبيكون فاتح كده. الناس اللي بتحبه زي مثلا لما بنجيبه من بره يقول لك تو شوت وان شوت، انا بحب وان شوت، لكن الناس اللي بتحبه مر كتري الكابتشينو. اعملي نفسك بقى الكوبايه العظيمه دي وكلي معاها الحلويات الجميله دي. طب يا ساره هناكل ونعمل، طب دي حلويات، طب هنتخن. ما انا جايبه لكم مين بقى في الفقره الحلوه دي؟ استاذه نورهان. عامله ايه؟ عامله ايه يا ساره؟ الاخبار؟ كله تمام. نورتينا وشرفتينا يا استاذه نورهان عاطف. ده نورك يا حبيبتي. بجد شرفتينا. ده نورك. معانا استاذه نورهان خبيره التغذيه، جايه النهارده عشان تقول لنا ايه رايك في الصابليه الحلو اللي هناك ده؟ زي القمر. طب يعني معايا ولا عليا ولا لا ايه؟ معاكي. معايا؟ لا معاكي طبعا. ده سكر وزبده وفانيليا. معاكي، هياكلوا اللي هم عايزينه وانا هحل لهم المشكله بالكورس اللي معايا النهارده. بالظبط كده. ايه الكورس بقى اللي هيخليني اكل الصابليه واشرب الكابتشينو وما اتخنش في الوزن؟ الكورس ده الحل الجذري لنزول الوزن بشكل صحي او بطريقه صحيه. خلينا نقول كده ان اول ثلاث مشاكل بيواجهوا مريض السمنه المفرطه معدل الحرق اللي بيبقى واقف تماما، تمام؟ الحرق المتوقف اللي هو بيبقى ممكن ما بياكلش بس الحرق عنده معدوم، فبالتالي في زياده وزن. تاني مشكله الجوع المستمر، في ناس بيبقى عندها الشراهه في الاكل او الجوع المستمر، ما عندهاش الاراده او الكنترول ان هي تعمل ستوب للاكل، بتبقى مستنيه اليوم الفري، وطبعا احنا عارفين ان الممنوع مرغوب طبعا. طبعاً. يعني انا لما منعك من حاجه ما بالك بقى ان هم بيبقى عندهم شراهه في الاكل، فاللي هو لا انا عايزه اكل انا مستنيه اليوم الفري ده، وبيفقدوا الامل لان ممكن تقعد تعمل دايت على مدار شهر او شهرين وفي الاخر تنزل كيلو او 2 كيلو، فبتفقد الامل فبالتالي ترجع لنفس البدايه اللي كانت بتعملها، ترجع تاكل تاني. اوكي. ثالث مشكله بتواجه مريض السمنه المفرطه الدهون اللي بتبقى متراكمه عنده في الجسم اللي بيبقى عايز يتخلص منها بشكل صحي. عايزين نقول ان المفتاح الاساسي لنزول الوزن بشكل صحي هو سد الشهيه، تمام؟ طبعا هنسد الشهيه دي من خلال ايه؟ من خلال قشور السيليوم. قشور السيليوم دي اللي معايا النهارده في الكورس. القشور دي بتعمل ايه؟ بتنزل المعده، بتملى المعده، يعني بتاخد حيز كبير، انا بسميها بديل عمليات التكميم او بديل بالون المعده، بتاخد حيز كبير بنسبه 70%. بديل عمليات التكميم؟ لان في ناس كتير يا سارة عندها مخاوف من العمليات، وكمان في ناس ما عندهاش المقدره لده او الامكانيه لده، فبالتالي انا بديكي كبسوله بسميها بديل عمليات التكميم وبديل بالون المعده، الكبسوله دي باخدها مع كوبايتين ميه فبتنفش في المعده، فبتاخد حيز كبير بنسبه 70%، فبتخليني شبعانه على المدى البعيد من 6 ل 8 ساعات. يبقى اذا انا حليت اول مشكله لمريض السمنه المفرطه لسد الشهيه او الجوع المستمر بالكبسوله دي اللي هي كبسوله قشور السيليوم، تمام؟ معانا كمان ان قشور السيليوم دي ليها فوائد كتير جدا. معظم الناس تقول طيب انا لما اخد كورس، الكورسات دلوقتي احنا عارفين ان بيبقى فيها يعني في الاونلاين او على السوشيال ميديا كتير جدا ومتنوعه باشكالها. طيب انا الكورس ده اللي بيميزني عنه او اللي بيميزنا عن غيرنا ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه، تمام؟ ده اول حاجه وده عامل اساسي جدا، مصرح من وزاره الصحه المصريه. تاني حاجه امن لجميع الاعمار من 12 سنه ل 75 سنه، مصرح من وزاره الصحه. بالظبط كده. ودي اهم حاجه، احنا مش بناخد اي منتج وخلاص، الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه ومعاكم دلوقتي على شاشه تصريح الكورس ده بتاعنا. ده اللي يخليني ان انا مطمنه، واخده الكورس وانا مطمنه. طيب ايه اللي يخليني اتاكد ان الالياف دي طبيعيه 100%؟ لان قشور السيليوم دي يا ساره بقت مليانه في كل الاماكن، على السوشيال ميديا والاعلانات وفي كل مكان. اللي يخليني اتاكد ان القشور دي 100% ان الكورس مصرح من وزاره الصحه. تاني حاجه بنزل بمعدل طبيعي، بنزل 10 كيلو في الشهر. يعني 10 كيلو ده رقم كويس جدا، ما نزلش مثلا 20 كيلو في الشهر ويحصل لي مضاعفات، فاللي بيميزنا عن غيرنا ان الكورس ده مصرح من وزاره الصحه والالياف اللي فيه مستخلصه بنسبه طبيعيه 100%، تمام؟ احنا النهارده معانا ثلاث عروض. اوكي؟ انا كنت لسه هقول لك يعني كورس ب
بديل لعمليه التكميم. عمليه كدا. التكميم اللي عايزه فلوس قد كده والناس أكيد. ما عندهاش الامكانيه كمان لده طبعا في تحت ظل الظروف اللي احنا فيها دي، فاكيد الكورس ده ثمنه غالي. يعني كورس بديل لعمليه التكميم وكمان مصرح من وزاره الصحه، يعني في منتهى الامان، اذا الكورس غالي. لا هو ولا غالي ولا اي حاجه، انا جايه النهارده بخصم كويس جدا، واحنا برضو يهمنا الشكل العام لكل مريض سمنه مفرطه، فانا جايه النهارده عشان احل لهم المشكله دي وبسعر كويس وبخصم كويس، ومش بس كده كمان ده كمان معايا هدايا على كل عرض، والشحن والمتابعه مجانا لحد البيت. حلو قوي الكلام ده، يعني النهارده جايب قولي لي بقى العروض الحلوه اللي خلينا نبدا بقى. بالعرض الكبير اللي هو العرض الثلاث شهور. تمام. عرض الثلاث شهور دول اصحاب الاوزان العاليه اللي هو بيبقى 110 120 130 اللي هم بيبقوا فاقدين الامل اصلا ان هم حتى ينزلوا ال 100، يعني هم ثابتين على ال 110 120 130. الكورس ده مكون من ثلاث منتجات. تمام، خليني اقول حاجه مهمه، ان الكورس ده عباره عن كبسولات مستخلص فيه الاعشاب الطبيعيه دي، علشان برضو كل اللي بيشوفنا دلوقتي يبقى فاهم. اول منتج معانا في عرض الثلاث شهور هو كبسولات الاناسيليوم. كبسولات الاناسيليوم ده العامل الاساسي للكورس ده، بيسد لي الشهيه لان هو بيحتوي على كشور السيليوم. كشور السيليوم دي اللي بتنزل المعده، بتاخد حيز كبير بنسبه 70%، فبتخليني شبعانه من 6 ل 8 ساعات. يبقى انا كده حليت اول مشكله، ايه مشكله سد الشهيه. باخد الكبسوله. تمام، طبعا في فريق طبي مختص هيتابع معاهم وهيقول لهم يستخدموا الكورس ده ازاي. الكبسوله باخدها مع كوبايتين ميه، فبتنفش في المعده فبتخلي المعده عندي ممتلئه، فباكل بس بكميات مش مفروض فيها. يبقى اذا كده انا حكمت حجم المعده عندي، باكل بكميات مش مفروض فيها بارادتي وبرغبتي، عشان الناس برضو تبقى فاهمه. هل هتمنعيني من الاكل واعمل نظام دايت الكلمه المعقده لكل الناس؟ لا، مش همنعك من الاكل، انت هتمشي على نظام غذائي بس من البيت، مش هطالب منك ان انت تعملي نظام غذائي من بره ولا باي تكلفه ولا اي حاجه. يبقى انا معايا اول منتج كبسولات الاناسيليوم اللي بيسد لي الشهيه، تاني حاجه ان هو بيعمل على حرق الدهون، بيعلي لي معدل الحرق برده في جسمي، يعني الكبسولات الاناسيليوم بتسد لي الشهيه وبتعلي معايا معدل الايه؟ الحرق. تاني منتج معايا وهو الماجيك بوكس. الماجيك بوكس ده عباره عن ايه؟ مجموعه الياف طبيعيه زي الجارسينيا والقهوه الخضراء والتوت البري. والتوت البري ده كويس جدا ان هو بينشط عندي الحرق وبيخلي فيه نشاط ذهني وطاقه عندي. معظم الناس يا ساره اللي بتيجي تنزل في الوزن بيبقى عندها زي خمول، يعني بيبقى عندها زي كسل، اللي هو حتى لما اي حد يشوفها انت تعبانه انت مجهده. لا، فانا بحط لك في الكبسوله نفسها او الكبسوله مكونها من التوت البري. التوت البري ده اللي هو بيخلي عندي نشاط ذهني وبيعلي لي معدل الحرق 4 أضعاف معدل الحرق الطبيعي، يعني كاني مشيت في اليوم ساعتين او ساعتين ونص. مش هطالب منك رياضه، لان الناس برضو يا ساره اللي بيبقى عندها زياده وزن بيبقى عندها خشونه في المفاصل، في حمل على المفاصل او على الرجل او الركبه نفسها، ما بيبقاش عندها الطاقه ولا المقدره اللي هو انت هتخليني انزل امشي في اليوم مثلا ساعتين او ساعتين ونص. مجرد بس ما بيمشي خطوه ولا خطوتين بتلاقيه بينهج ومجهد وتعبان. فلا، الكبسوله دي هتنشط الحرق معاه وهتعلي له الحرق هتعلي له الحرق 4 أضعاف معدل الحرق الايه؟ الطبيعي. حلو قوي. مش بس كده، طيب احنا كده قلنا مكونات الماجيك بوكس، بيعلي لي معدل الحرق وبينزل الدهون عندي المتراكمه في الاماكن العنيده، سواء كانت البطن او الارداف او الدراعات من فوق، ودول اكثر الاماكن اللي بيبقى متكون فيها الدهون، اللي هو البطن والارداف والدراعات من فوق، بالاخص منطقه البطن دي بتسبب يعني عقبه كبيره جدا بالنسبه لحتى السيدات والامهات برضو، يعني بتخلي عندهم ايه؟ عدم ثقه في النفس، اللي هو انا مش عارفه البس اللي انا عايزاه، عندي مناسبه، عندي فرح، رايحه اودي ابني المدرسه، الشكل العام بتاعي مش كويس، انا ليه امشي وبطني كبيره ولبسي وبلبس، وبالتالي بلجا للبس الغوامق الاسود علشان ما بينش جسمي او ما بينش التفاصيل الدهون اللي بتبقى متراكمه عندي. فلا، احنا عايزين نحل كل المشاكل دي، وقبل ما يكون عشان حد فهو لنفسك، ثقتك في نفسك اهم حاجه طبعا. يبقى كده احنا حلينا مشكله سد الشهيه، وتاني مشكله الحرق المتوقف ونزول الدهون. تالت منتج معانا بقى في عرض الثلاث شهور هو الفينيل. الفينيل ده بيعمل على تثبيت الوزن، اللي هو انا خلصت من الدهون والحرق وعالجت عندي سد الشهيه برضو. فتالت حاجه اللي هو بناخده في العرض الثلاث شهور في تالت شهر هو التثبيت. ده بيكمل الماجيك بوكس. تمام، في المكونات بتاعته برضو هو عباره عن مجموعه الياف طبيعيه برضو فيها الجارسينيا والقهوه الخضراء والياف التفاح وانزيم البورمالين بالاناناس، بس كمان اللي هو المنتج ده اللي هو الفينيل ده بيثبت لي الوزن وبينحت القوام، يعني ما انزلش ما بقاش قطعه واحده، لا انا بينحت عندي القوام. تمام، يبقى ده كده عرض الثلاث شهور عليه خصم قد ايه يا ساره؟ 70%.
70% بالظبط كده، ملكوش حجة، عليه خصم 70%، يعني بندفع 30% بس من الكورس. حلو الكلام. ومش بس كده، معاه كمان هديتين، معاه كريم شد للترهلات وحرق الدهون. ما هو انا خسيت دلوقتي، بقى في عندي ترهلات والسوليليت اللي بتبقى كمان في البطن، فانا بحط الكريم ده وبلف عليه ستريتش لمده ساعتين مع الحركه طبعا الطبيعيه في اليوم، هيخلي عندي ان الترهلات دي تروح. هلاحظ الفرق بعد اسبوع ونص او اسبوعين، تمام، لانه بيحتوي على كولاجين طبعا، والكولاجين ده كويس جدا وبيحتوي على فيتامين بي 2. اوكي، معانا تاني هديه في عرض الثلاث يعني شهور. يعني احنا بندهن الكريم على المنطقه اللي فيها ترهلات وبلف عليها ستريتش. طبعا في فريق طبي مختص هيتابع معاهم وهيعرفهم يستخدموا كل حاجه ازاي، مش الغرض ان احنا نديلك الكورس ونسيبك كده مع نفسك، لا طبعا، في متابعه مجانيه هيتابع معاها الفريق الطبي. في الاول وفي الاخر انت بتتناقشي مع دكاتره هيتابعوا معاكي، بالتالي ممكن تنسي الكبسوله في اليوم، تنسي انا خدت الكبسوله باللخبطه مثلا، فبيتعاملوا كانهم صحاب مع بعض، اللي هو انا خدت كذا مشيت على كذا، وزنت نفسي الاسبوع ده فقدت وزني 3 كيلو، فالرحله خلال رحله الكورس المتابعه بتبقى موجوده. تمام؟ تاني هديه معايا النهارده هديه اللي هو الفيتامين. الفيتامين ده بيحتوي على الزنك والحديد والمغنيسيوم. معظمنا واحنا بنفقد الوزن طبعا بننقص حديد، شعرنا بيقع طبعا، بلاحظ ان ضوافري بتتكسر، فبالتالي انا الفيتامين ده هيبقى كويس معايا جدا ان هو يحل لي المشكله دي. يبقى انا كده مديكي كورس كامل مكمل لبعضه. الكورس ده عليه خصم 70%، بينزل من كام يا ساره؟ بينزل من 30 ل 35 كيلو. يبقى ده الكورس اللي هو الثلاث شهور، والشحن والمتابعه مجانا، يقدروا يتواصلوا من خلال الارقام اللي على الشاشه يطلبوا الكورس ده ويلحقوا الخصم طبعا معانا النهارده لحد الساعه 6. وكمان معانا البيج 1 دايت بالعربي وبالانجلش، يقدروا برضو يتواصلوا من خلال البيج دي. وفي فريق طبي هيتابع معاهم. حلو الكلام ده، يعني العروض لحد النهارده الساعه 6. لحد الساعه 6 6 بس، لحد الساعه 6. طيب. يعني لما قلت الساعه ولا ساعتين حتى، ولا قلت اول 150 متصل. يعني يمكن كل مره الموضوع بيختلف، بقول لاول 150 متصل. لكن النهارده لحد الساعه 6، بحيث ان الناس كلها برضو تلحق العرض وتلحق الخصم. يقدروا يتواصلوا من خلال الارقام اللي على الشاشه، حتى ممكن يصوروا برضو الارقام دي لان تبقى معاهم، او يدخلوا على الواتساب يبعتوا مسجات، وفي فريق طبي مختص هيتابع معاهم او هيتواصل معاهم. في الاول وفي الاخر هم بيتناقشوا مع دكاتره. تمام، ده كده عرض الثلاث شهور. حلو الكلام ده. دلوقتي انت معاكي اول عرض، انت تقريبا هتدفعي التلت. انت بتتكلمي 30% بس من الكورس تقريبا، يعني التلتين كده، يعني الكورس يعتبر ما شاء الله جدا يعني. طيب انا يعني دلوقتي عايزه اوصل للكورس ده، اوصل له ازاي؟ لازم تلحقي طبعا توصلي، لان العرض لحد الساعه 6. اتفرجتي عليا دلوقتي على الهوا او على قناه صدى البيت، صدى البلد 2 الساعه 3، يبقى لازم تلحقي تطلبي الكورس قبل الساعه 6. طب تقدري توصلي لنا ازاي؟ عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال او الواتساب. كمان موجود معاكي البيجات بتاعتنا، وان دايت ودايت لايف، تقدري تبعتي لنا واحنا على طول هنرد عليكي. معانا فريق طبي كامل علشان يرد عليكي، والكورس يجيلك في ميعادك. ده الكورس كمان بيجيلك مجانا، مجانا لحد البيت. لحد البيت. حلو قوي الكلام ده. طب احنا دلوقتي اتكلمنا على الكورس عرض الثلاث شهور. نرجع برضو معنا، احنا قلنا ثلاث عروض، قلنا اول عرض اللي هو الثلاث شهور. أيوه. معانا عرض الشهرين. عرض الشهرين ده بيبقى مكون من منتجين. اول منتج اللي هو الاناسيليوم. الاناسيليوم ده بيبقى مستخلص فيه قشور السيليوم اللي بتسد الشهيه معايا من 6 ل 8 ساعات، فبتخليني شبعانه. ليه؟ ازاي هبقى شبعانه؟ لان الالياف بتبقى ماليه معدتي، باخد الكبسوله مع الاكسار من الميه، فبتخليني شبعانه، بتنفش في المعده يعني بالمعنى ايه الصح. صح. فباكل بكميات مش مفروض فيها. انا كده يعني باكل بارادتي وبرغبتي، مش همنعك من الاكل. تمام؟ تاني حاجه ان هو بيعلي معايا معدل الحرق، بينشط الحرق معايا من اول وجديد. أوكي. تاني منتج معايا في عرض الشهرين اللي هو الماجيك بوكس. الماجيك بوكس ده عبارة عن مجموعة ألياف طبيعية فيها ألياف التفاح والجارسينيا والقهوة الخضراء والتوت البري، اللي بيخلي عندي نشاط حركي ونشاط ذهني. أوكي. عرض الشهرين ده عليه خصم 50%. ده معايا هديتين برضو، كريم شد للترهلات وحرق الدهون، قلنا اللي بيحتوي على كولاجين وفيتامين بي 2. بحط الكريم على المنطقة اللي فيها ترهلات وبلف عليه ستريتش لمدة ساعتين مع الحركة الطبيعية، هلاقي عندي الموضوع بقى مختلف تماما بعد أسبوع أو أسبوع ونص. تاني هدية معايا في عرض الشهرين هو الفيتامين دي. الفيتامين ده بيحتوي على مجموعة زنك وحديد ومغنيسيوم، عشان معظمنا وإحنا بننزل في الوزن شعرنا بيقع، ضوافرنا بتتكسر. صح طبعا. فانا بالتالي بديكي كورس مكمل لبعضه، من اول سد الشهيه لحد نقص الحديد والزنك والمغنيسيوم. اوكي؟ العرض ده عليه خصم 50%، يقدروا يتواصلوا من خلال الارقام اللي على الشاشه والبيج 1 دايت بالعربي وبالانجلش، في فريق طبي مختص هيتابع معاهم وهيتواصل معاهم. حلو قوي الكلام ده، يعني هتخسي وهتفضلي زي القمر.
ولا شعرك هيقع ولا ضوافرك هتتكسر، انت هتخسي باشراقه وبنضاره من مجموعه الفيتامين اللي بتاخديها هديه مع الكورس. يعني عروض 70% و50% ولسه العرض اللي جاي كمان، كل دول بلس المتابعه مجانيه والتوصيل مجاني كده كمان. لا ده كمان فيه هدايا علشان تشد ترهلات المنطقه اللي فيها ترهل، علشان تحليكي، علشان تكملك حاجات انت فقدتيها، يعني مفيش احسن من كده. لا كورس مكمل لبعضه طبعا. ايه رايك ناخد تليفون معانا؟ اتفضل. الو؟ لا مفيش تليفون، احنا هناخد حالات. ايه رايك ناخد حالات قبل وبعد؟ نشوف. تمام يلا وروني كده الحالات، الحالات الجميله بتاعتنا، الحالات اللي بتفتح النفس، الحالات اللي بتخليكي كده عندك باور وطاقه علشان تقولي يلا انا هطلب الكورس دلوقتي حالا. بصوا معايا، اول حاله كانت 85 كيلو، هي دلوقتي 65 كيلو، خستت 20 كيلو في شهرين. دي خدت عرض لشهرين. اخدت عرض اللي كنا لسه بنتكلم عنه، اللي هو لسه بنتكلم عنه، اللي عليه خصم 50%. اللي عليه خصم ال 50%. حلو قوي الكلام ده، ما شاء الله، يعني شكل جسمها تغير ومنتهى المصداقيه في الكورس بتاعنا. شايفين الجسم ما شاء الله؟ كل الناس اللي جربت الكورس ده هتبقى فاهمه الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي طبعا. صح. واللي ما جربش يجرب معانا وهيشوف طبعا. معانا دلوقتي بنوته كمان كانت 85 كيلو وهي دلوقتي 67 كيلو، يعني خست 18 كيلو في شهرين. حلو جدا الكلام. حلو جدا ده. الفرق طبعا باين وواضح جدا. جدا ان الدهون عندها كانت متراكمه في منطقه البطن والارداف. 18 كيلو قدرت، وهي لسه مكمله كمان، يعني هي مكمله معانا، قدرت تخسر وزن في عرض الشهرين 18 كيلو. حلو قوي الكلام ده. برضو عرض الشهرين اللي احنا لسه بنتكلم عنه، اللي عليه خصم 50%. 50%. ايه ده؟ يعني شهر وعليه شهر هديه، شهر وعليه شهر هديه بالظبط كده. لا ومتابعه مجانيه وشحن مجاني وهدايا. حلو قوي الكلام ده. معانا كمان البنوته الجميله دي، كانت 85 كيلو دلوقتي هي 70 كيلو، خست 15 كيلو في شهر ونص. في شهر ونص ولسه مكمله معانا برضو، اللي هو في عرض الشهرين. طب عشان بس نوضح للناس ايه الفرق ما بين عرض الشهرين والثلاث شهور. طبعا ده اللي بيحددوا لك الفريق الطبي المختص اللي بيتكلميه وبيتابع معاكي، او اللي هو بتتواصلي معاه. انت دلوقتي اتفرجتي علينا وشايفانا، اتصلتي على الرقم وعايزه تفضلي انهي كورس اللي هتاخذيه. هم طبعا هيقولوا لك على حسب وزنك وعلى حسب الطول وعلى حسب الحاله الصحيه بتاعتك، تمام؟ بيرشح لك سواء كان عرض الشهرين سواء كان عرض الثلاث شهور. عرض الشهرين بينزل من 20 ل 25 كيلو، عرض الثلاث شهور بينزل من 30 ل 35 كيلو. ما شاء الله. ولسه معانا كمان عرض، مش عايزين نزعل الناس اللي عايزه. طب نشوف بقيه الحالات اللي انا جايباها. طيب تمام. أوكي. الحاله دي كان 88، هو دلوقتي 70، خس 18 كيلو في شهرين. طبعا بجد برافو. طبعا يعني شايفين دلوقتي واقف ما شاء الله كده، خلاص بادي بيلد طوله، يعني الحاجات اللي هنا واللي هنا راحت. لا حلو قوي الكلام ده. وفقط طبعا الحرق عنده كان متوقف تماما، فقدر ان هو ياخد كورس الاناسيليوم ويفقد الوزن ده في خلال شهرين. حلو قوي الكلام ده. تمام. فعايزين بقى نقول عرض الشهر طبعا، وما نزعلش الناس اللي بتبقى طبعا عايزه تنزل 10 كيلو بس في الشهر. 5 يعني كيلو زياده، 7 كيلو زياده، يعني 10 كيلو بيبقى زياده، دول بس العقبه اللي عندهم. يعني انا دلوقتي وزني كله تمام، بس عندي دهون متراكمه في البطن او في الدراعين، ومعظمنا معظم الحالات اللي بتجيلنا بتبقى في البطن. فبناخد عرض الشهر. عرض الشهر ده عليه خصم يساره 40%، بينزل من 10 ل 15 كيلو، عباره عن كبسولات الاناسيليوم. كبسولات الاناسيليوم دي قلنا اللي بتسد الشهيه معايا، لان محتواها او بتحتوي على كشور السيليوم اللي بتنزل المعده، فبتخليني شبعانه. باخد الكبسوله مع الاكسار من الميه، فبتبقى واخده حيز كبير من المعده فبتخليني شبعانه. فانا اذا كده باكل بكميات مش مفروض فيها بارادتي وبرغبتي. وكمان كبسولات الاناسيليوم بتعلي لي معدل الحرق 4 أضعاف معدل الحرق الايه الطبيعي. نقدر نتواصل من خلال الارقام اللي على الشاشه دي، وبيدي كمان وان دايت بالعربي بالانجلش، ويتواصلوا معايا من خلال الارقام دي. هيرد معاهم فريق طبي مختص وهيقول لهم طبعا ياخدوا انهي كورس ويرشحوا لهم الكورس المناسب ليهم. حلو قوي الكلام ده. في مطبخ البلد مفيش حرمان. فاصل ونواصل. ادي الصابليه اللي طلعناه من الفرن. انا بوريكو ازاي الصابليه عامله الشغل الصح. الصابليه ماسكه نفسها من بره، ومجرد ما تضغطي عليها كده بتدوب معاكي، وهو ده الكلام المظبوط. شايفين تاني؟ بصوا الصابليه طلع من الفرن، اخد معانا 10 دقايق بالتمام والكمال. بصوا بصوا بيدوب ازاي. احنا مش بنجيب اي حد يا جماعه، احنا بنجيب اللي يدينا معلومه صح.
رجعنا لكم تاني في الفقرة الجميلة جدا اللي أنا بحبها جدا جدا، الفقرة اللي بنجيب فيها أسئلة السوشيال واللي بنشوف فيها الريفيوهات ما بين الحالة وما بين الجروب بتاعنا كله. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة هنفكركم بعرضنا النهاردة. معانا عرض الشهر وعرض الشهرين وعرض الثلاث شهور. عرض الشهر 40%، عرض الشهرين 50%، عرض الثلاث شهور 70%. طب العروض دي بقى؟ لا طبعا العروض دي وبس. ازاي يعني؟ العروض دي هتجيلك شحن مجاني ومتابعه مجانيه. طيب ايه كمان؟ عايزه اقول لك ان احنا كمان عندنا ايه؟ معانا دلوقتي كمان عرض هدايا. هدايا مع كل عرض طبعا معاه هديتين. زي ما قلنا كده، عرض الثلاث شهور معاه هديتين، وعرض الشهرين معاه برده هديتين، وعرض الشهر برده معاه هديتين. يعني عشان ما نزعلش الناس كلها، عرض الثلاث شهور معاه هديتين كريم شد للترهلات وحرق الدهون، ومعاه فيتامين دي. اوكي عرض الثلاث شهور ده عليه خصم من 70%، بينزل من 30 ل 35 كيلو. ممكن مش بس كمان الاوزان العاليه اللي تاخد العرض ده يا ساره، احنا ممكن كمان اتنين يشجعوا بعض ان هم ياخدوا العرض ده، هيدفعوا بس 30% من الكورس. يعني ممكن واحده بتبقى عايزه تنزل 10 كيلو هي واختها، فيشجعوا بعض وياخدوا عرض الثلاث شهور ده عليه بس خصم 70%. ومش بس كده، الشحن والمتابعه كمان مجانا لحد البيت. حلو قوي الكلام ده. تمام كده. طب الكورس ده علشان نطلبه دلوقتي، احنا دلوقتي شايفينك يا شيف ساره ومعاكي استاذه نورهان منورانا كده وجايبه لنا عروض وجايبه لنا خصومات وجايبه لنا كورس هيخلينا ناكل الطبل العظيم ده وما بنتخنش، ده احنا كمان هنخس. احنا بصراحه مش فاهمين يعني ايه. يعني حبيبتي الموضوع في كبسوله فيها شويه اعشاب، تاخدي الكبسوله من هنا تلاقي قدامك طبق الطبل العظيم ده، لنفسك اخدتي واحده وخلاص مش قادره تاخدي تاني. لا بنحرمك من حاجه ولا بنقول لك على حاجه، لا اطلاقا. طب انت عايزه دلوقتي توصلي للكورس ده، توصلي له ازاي؟ عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، وكمان البيج بتاعتنا مطبخ البلد، هتلاقوا كل حاجه. طيب دلوقتي احنا هناخد مع بعض ريفيوهات ونشوف تمام. كلام الجروب بتاعنا، جروب مكون من دكاتره واخصائيين وخبراء عشان يتواصلوا معاكي وانت قاعده على الكنبه كده وماسكه التليفون. الو يا دكتور، انا عملت، انا هعمل، انا حاسه، انا حسيت، انا عايزه. كل هنرد عليكي بمنتهى السلاسه وهنفهمك اللي انت عايزاه وهتنزلي معانا وانت قاعده على الكنبه. ايوه وانت قاعده على الكنبه. يلا بينا ناخد اول ريفيو. ناخد يلا بينا. انا خلصت البرشام اعمل ايه؟ نزلتي قد ايه؟ 17 كيلو، انا دلوقتي 102، كنت كام الاول؟ كنت 120. ايه ده؟ دي المتابعه بقى اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الفريق الطبي اللي بيتابع معاهم خلال فتره رحله الكورس. ايوه. مش المجرد ان انت تاخدي الكورس ونسيبك طبعا، زي ما احنا شايفين الحالات او الريفيوهات اللي احنا جايبينها النهارده. حلو الكلام ده جدا. طيب يلا بينا الريفيو الثاني. دكتور عامله ايه؟ بجد شكرا قوي على اهتمام حضرتك وعلى مجهودك معايا. انا خسيت في اسبوعين 10 كيلو. بجد مبسوطه قوي، شكرا ليكي جدا والله. ان شاء الله مكملين حبيبتي، مبروك وان شاء الله نكمل. بصوا انا حاسه ان واحده بتتكلم مع بنت خالتها، صاحبتها، بيتعاملوا على اساس ان احنا صحاب. يعني اللي هو عادي مفيش اي مشكله، انت وزنتي نفسك الاسبوع ده بقيتي كام، الاسبوع الثاني. وهم برضو اهم حاجه الراحه في اي طبعا. حاجه عامه الراحه طبعا. والثقه كمان في الكلام طبعا. يلا بينا على الريفيو الثالث. نزلت بقيت 82 كيلو، نزلت 12 كيلو. الاول نزلت 12 كيلو في شهر، بس بعدها باسبوع مع المشروبات اللي قلتي عليها. ايه ده، انتوا بتدوا مشروبات كمان؟ في مشروبات بنساعدها بيها برضو كمان. بالظبط كده. نزلت 4 كيلو، يعني ما شاء الله في شهر نزلت 12 كيلو. يعني احنا بنقول 10 كيلو وبينزلوا 12 كمان، وعايزه اقول لكم ان في نزلت 17 ونزلت 15. بالظبط كده، مع بقى دي عامل مساعد بجانب الكورس. ده اللي الفريق الطبي بيوجهه طبعا للحاله اللي بتبقى متابعه معايا. بجد بنشكركم جدا من برنامجي. انا بجد بشكر كل الفريق الطبي اللي بيعمل على الكورس بتاعنا، بجد محققين نتائج هايله. بس انتوا كل ما تحققوا نتائج هايله، يعني الاول كنا سايبين اللي يطلب يطلب وبراحتنا، بعد كده بقى اول 100 متصل، بقى 50 متصل دلوقتي لحد الساعه 6 يقدروا يتواصلوا من خلال الارقام اللي على الشاشه. وكمان في بيتزات مساعده لده، وان دايت بالعربي وبالانجلش، ودايت لايف، وان دايت كمان. حلو قوي الكلام ده. كويس قوي. عرفتي قولي لي خدتي كورس الشهر الواحد مع نظام المشروبات عمل مفعول. ايه ده، يعني هي خدت نظام الكورس الواحد بالظبط كده ونزلت 16 كيلو؟ ايه ده،
انا قلت بينزل من 10 ل 15 كيلو، ما شاء الله. هي نزلت 16 كيلو بجانب المشروبات اللي الفريق الطبي وجهها لي. في ناس بيبقى عندها الحرق معدوم تماما يا ساره، فبالتالي بينزلوا 10 كيلو بس. في ناس الحرق عندها بيبقى الى حد ما نشط شويه فبينزلوا 15، وهي ما شاء الله عليها كمان كانت بتتابع مع الحاله، بتتابع معاها وبتاخد مشروبات ومديها لها حاجات ثانيه برده كله من البيت بدون اي تكلفه، عشان بس الناس تبقى فاهمه. مش هطالب منك تعملي اي حاجه من بره ولا هكلفك ولا اي حاجه، لا، هي بتطالب منك ان انت تتابعي وتمشي على النظام اللي هي كاتباه، ده طبعا الفريق الطبي اللي بيوجه ده. فبالتالي قدرت تنزل على عرض الشهر 16 كيلو. حلو قوي الكلام ده، يعني انا بشوف الريفيوهات دي وصور قبل وبعد، عايزه اقول لكم ببقى فخوره جدا بالحالات الجميله اللي طلبت الكورس ومشيت عليه. وعايزه اقول لكم حاجه، الكورس بتاعنا كده كده بيخسس، بس نسبه بقى بينزل كام كيلو ده بتاعتك انت. في ناس بتلتزم مقليات نو، حلويات قلل، بتلاقي الناس دي نزلت ارقام وبرغبتها طبعا. طبعا مش هتمنعك من حاجه، عشان الناس تقول ايه ده، طب انت هتمنعيني من الحلويات، هتمنعيني من المقليات، لان بيبقى الاكل مصدر الكون عندها عامه. اصل انا في اتنين صحابي اخذوا كورس من عندكم، انا اتكلمت في الموضوع ده امبارح. تمام. اتنين صحابي فعلا يعني نفس سني اخذوا الكورس، واحده نزلت 18 كيلو، انا قلت الكلام ده، والثانيه نزلت 10 كيلو. ايه اللي حصل؟ ان واحده التزمت جدا، كانت ماشيه على المتابعه تماما، واللي انتوا بتقولوا عليه، وقللت جدا، ما بقتش تتعشى. الثانيه بتعمل السندوتش الاولاد وتاخد قطمه، بتعمل سندوتش وخست، وخست 10 كيلو، ما كانتش بتنزل. بس 10 كيلو اكيد مبسوطه برده بالنتيجه دي جدا. يا ساره 10 يعني كيلو، هي كانت برده فاقده الامل ان هي تنزل. أيوة. 10 كيلو حلو جدا، 10 كيلو. وكمان يعني هم ما عندهمش الزياده الجامده، في ناس بيبقى عندها زياده جامده، فاول ما يبداوا دايت بينزلوا ارقام كبيره. الاثنين انا شفتهم، كان بقالي فتره ما شفتهمش، احنا طلبنا الكورس، ودي بتقولها، تقول انا سمعت الكلام، انا واحده ست ملتزمه. يا بنتي قالوا لك بعد الساعة 5 أو بعد الساعة 6 حاولي بلاش نشويات، لازم تتعشى. وبرضه نزلت على الكورس 10 يعني كيلو، ما شاء الله كده. بجد نزلت 10 كيلو. هم هياكلوا اللي هم عايزينه بدون بس إفراط في الكمية، بإرادتها وبرغبتها. أنا ما قلتش اسم قايا عزة، ما قلتش. يلا بينا ناخد تليفون. ألو. ألو. أيوه يا بسنت، ازيك؟ ازيك يا سارة، عاملة إيه؟ الحمد لله. أنتِ عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي، أنتِ عاملة إيه؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. قولي لي يا بسنت، يلا قولي لي يا بسنت. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا بسنت، عامله ايه؟ بخير الحمد لله. كنت عايزه اقول لك انا وزني 90 كيلو. تمام. تمام. وعندي 30 سنه. تمام. وطولك قد ايه يا بسنت؟ 156. تمام. وبقالي فتره كده انا كنت شغاله وقعدت من الشغل، فوزني زاد جدا مع القعده. تمام. في اي مشكله صحيه بتواجهك يا بسنت؟ لا، هو بس عندي الضغط واطي. الضغط. تمام، ماشي يا بسند. شوفي دلوقتي انا هقول ايه، وطبعا تقدر تسمعنا عشان تلحقي الخصم يا بسند وتطلبيه. دلوقتي هي الضغط عندها واطي. انا عايزه برضو اقول حاجه مهمه جدا، ان الكورس ده امن، مفيش اي مشكله فيه سواء كان ضغط او قلب، علشان برضو معظم الناس بيبقى عندها مخاوف من النقطه دي يا ساره، اللي هو طب انا عندي الضغط هيبقى فيه مشكله، او هيسبب لي مثلا مضاعفات، او هيبقى فيه حاجه هيتعارض معايا مع الادويه اللي باخدها للضغط. لا، مش هيتعارض معاكي جدا خالص، مفيش مشكله. الكورس ده مصرح من وزاره الصحه، كله مستخلص من الياف طبيعيه. تاني حاجه، ان في قشور السيليوم، وقشور السيليوم دي فيها عده خصائص وفوائد كتير جدا. من اهم خصائصها كده هقولها بمناسبه الضغط، ان هو بيعالج معايا الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، يعني مفيش اي ادنى مشكله هتواجهك يا بسنت. دلوقتي بسنت وزنها 90 كيلو، تمام؟ ده انا برشح لها عرض الثلاث شهور، لان كمان طولها 156، تاخد عرض الثلاث شهور، هتفقد دهون ميه وهتفقد وزنها، وكمان هينشط معاها الحرق من اول وجديد. هي بتقول كانت في الشغل وقعدت، يعني بقت ما بتتحركش، يعتبر مفيش حركه. فهتاخد عرض الثلاث شهور، هينزلها من 30 ل 35 كيلو، عليه خصم 70%. ومش بس كده كمان يا ساره، ده معاه هديتين، معاه كريم شد للترهلات وحرق الدهون اللي تحت الجلد، ومعاه فيتامين دي، والشحن والمتابعه مجانا. فبس انت لو سمعينا بقى طبعا دلوقتي، تقدر تتواصل من خلال الارقام اللي على الشاشه وتطلب الكورس ده. بسنت الحقي والله يا جماعه، انا لو عليا اخلي لكم الكورس طول الوقت في العروض وفي العرض الخصومات. ممتد لحد الساعه 6. العرض ممتد لحد الساعه 6، تقدروا توصلوا لنا عن طريق الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي. يعني احنا الساعه كام؟ للاتصال العادي وللواتساب كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. عايزه اقول لك شرفتينا النهارده يا استاذه نورهان، حبيبي شرفتينا ونورتينا. الحلقه كانت ممتعه جدا، احنا دلوقتي هنخلص الحلقه وهنقعد ناكل مع بعض السابليه. تابعونا على مطبخ البلد عشان تشوفوا الكواليس، بحبكم جدا جدا في الله. كنتم مع مطبخ البلد.